هو صانع الفرحة وماكينة الأهداف التي لا تتوقف، أثار شغف متابعي كرة القدم الإنجليزية وتفوق على أسماء لامعة في واحد من أقوى الدوريات. محمد صلاح النجم الدولي المصري بات واحدا من أهم لاعبي كرة القدم في العالم، فمنذ ارتدائه قميص ليفربول في صيف 2017 قادما من روما وهو نجم الفريق بلا منازع. الفرعون المصري منح ليفربول لحظات من السحر، كان فريقه في أمس الحاجة إليها بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لثلاثين عاما عن قلعة الأنفيلد الموسم الماضي، كما استطاع الملك أن يحقق الثلاثية القارية بالتتويج مع ناديه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى تحقيقه لقب هداف البريمير ليج لموسمين متتاليين وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عام 2017 وثالث أفضل لاعب في أوروبا والعالم، فاستحق أن يكون معشوق الجماهير الأول. غير أن التقارير تشير إلى أن صلاح لا يشعر بالسعادة في صفوف ليفربول في الآونة الأخيرة، فكثيرا ما بدت علامات الغضب على اللاعب بسبب استبداله في بعض المباريات أو جلوسه على دكة البدلاء، فضلا عن تصريحاته الصحفية بغضبه لعدم حمل شارة القيادة في مباراة ميتلاند الدنماركي بدوري أبطال أوروبا ومنحها للاعب الشاب أرنولد. ومع تغريدة غامضة لوكيل أعمال اللاعب أثير الجدل مرة أخرى حول اقتراب رحيل صلاح عن صفوف الريدز. ومؤخرا كشفت صحيفة ديلستار الإنجليزية عن إبلاغ محمد صلاح إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو تطور ربما يمهد لوداع محتمل للفرعون المصري من قلعة الأنفيلد. خالد جمال، كلمة أخيرة.